انا الحقيقه في خلال الفتره اللي فاتت ما شرفتش بلقاء حضرتك، وخلال الفتره اللي فاتت الحقيقه، ولكن في عدد كبير من الموضوعات سواء المحليه او الاقليميه محتاج اناقشها مع حضرتك. لكن اسمح لي نبدا بدول الجوار، لان يبدو ان دول الجوار والساحه في دول الجوار تحتاج لنظره، سواء من فلسطين في الشرق الى السودان في الجنوب الى ليبيا في الغرب. باي ملفات يا استاذ كرم شايف ان هي بالفعل يعني اصبحت أهميتها قصوى بالنسبة لمصر في التوقيت ده؟ يعني إذا حدث استقرار في دول الجوار، هذا الاستقرار بينعكس على مصر. يعني دايما لما بنقول أن الأمن القومي المصري مرتبط بالأمن القومي السوداني وبالأمن القومي الليبي وبالأمن القومي للشعب الفلسطيني، لأن دول جيرانك، وإذا حدثت قلاقل أو اضطرابات أو مشاكل بتنعكس عليك بالدرجة الأولى. فاحنا لو بصينا الفترة الأخيرة دول الجوار بتعاني من مشاكل كثيرة، ودور مصر التدخل بقصد التهدئة وبقصد التوصل إلى حلول سلمية وبقصد بالدرجة الأولى الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي هذه الدول، وطبعا نبذ كل الآراء اللي بتنادي بالفتن أو بالتقسيم أو خلاف. السودان يعني بالنسبة لمصر ده في نهر النيل مش بيجري في أراضينا احنا الاثنين، ده بيجري في عروقنا، بيجري في عروق الشعب المصري والشعب السوداني. وأمن مصر فعلا بيبدأ من السودان، وأمن السودان مرتبط أيضا بالأمن القومي المصري. إذن تدخل مصر في الشأن السوداني ليس بشأن، يعني ليس معناه تدخل عسكري أو تدخل سياسي، وإنما وساطة لإعادة الهدوء والأمن والاستقرار للشعب السوداني. احنا شايفين في الفترة الأخيرة مئات الآلاف من السودانيين دخلوا مصر، ومصر رحبت بهم واستقبلتهم، لكن المؤكد يعني ان هذه الهجرة بتؤدي الى كثير من المشاكل، سواء مشاكل متعلقة بإقامة هؤلاء وهم بيقيموا في مصر كإخوة وكأشقاء. ولكن بنشوف دول تانية بتبقى الإقامة عبارة عن معسكرات للمهجرين وسوق المخيمات وأماكن في الصحراء معزولة يعني. لكن هي دي طبيعة مصر منذ أن خلقها الله، إن بتحتوي الناس وبتستوعب الناس، ودايما أي إنسان بيلجأ إليها بيعيش زي المصريين بالظبط. فهنا إحنا استقبلنا إخواننا السودانيين، لكن نتمنى في نفس الوقت أن يعود الأمن والاستقرار والهدوء للسودان الشقيق، وإن الإخوة السودانيين يرجعوا لبلدهم ويعمروها ويبنوها ويساعدوا في تقدمها وتنميتها. مصر هتبقى مستفيدة جدا إذا حدث هذا الاستقرار في السودان. ده الغرض من المؤتمر قمة دول الجوار اللي هتستضيفه مصر يوم الخميس القادم. أهمية هذا المؤتمر إنه بيأتي في توقيت في إطلاق النار مستمر، في سقوط ضحايا وفي سقوط قتلى، والقضية لم يتم حسمها، المتنازعين أو المتصارعين لم يجلسوا بعد على مائدة واحدة، وفي الآخر المعركة في السودان ما فيهاش منتصر ولا مهزوم، لأن دول أبناء بلد واحدة وأشقاء وإخوة، فما ينفعش إن الشقيق يرفع السلاح في وجه الشقيق. طب عند حضرتك تفسير ليه أمد الصراع طال بهذا الشكل؟ بعض كان يتخيل أنه هيكون شيء خاطف قد يستغرق أسابيع أو أيام قليلة، يعني يحسم بشكل ما، يهدأ بشكل ما أو يسوى بشكل ما، ولكن طال لأكثر من 3 شهور تقريبا. يعني هل عند حضرتك تفسير، وهل شايف أن في الأفق هناك نية من الأطراف فعلا لإنهاء الصراع؟ الدول بيتم تفتيتها عندما تضيع معالم الهوية الوطنية. أول معالم الهوية الوطنية أن يكون للدولة جيش واحد. الجيش ده بقى يعني تابع لمين أو مش تابع لمين، هذا الجيش يبقى وطني بيلم كل الطوائف والشيع والأحزاب في بوتقة واحدة، جيش موحد. مفيش بقى لا محاصصة ولا قوات بتخدم لصالح فلان أو قوات بتناصر فلان، يبقى جيش وطني واحد. هذا الجيش الوطني الواحد هو ضمانة الأمن والاستقرار في أي دولة. مفروض أن بعد الإطاحة بالرئيس البشير كان السودان يخطو إلى الأمام، وكان يستشرف المستقبل، وكان يستلهم
معالم التجربة المصرية. التجربة المصرية بعد 2011 التف الشعب كله حول قواته المسلحة الموحدة وقدروا يحافظوا على البلد وأمنها واستقرارها. هنا الصراع زاد في السودان شوية لأنه لم يتم التوصل إلى صيغة واحدة تجمع الشعب السوداني تحت المظلة السودانية، فتعددت الولاءات. تعدد الولاءات هو اللي أدى إلى هذا الصراع. إحنا لا نتدخل في أي صراع داخلي، يمكن إحنا شفنا هي مصر سياستها إنها لا تدس أنفها في أي معارك أو في أي خلافات أو في أي صراعات بين الدول الأشقاء، ويدها لم تتلوث بنقطة دماء واحدة في أي صراع عربي، سواء في ليبيا، سواء في السودان، سواء في فلسطين، ودايما بتتسلح بالحكمة والهدوء والحكمة، دي أهم عناصر القوة. فلذلك بيأتي هذا المؤتمر لم شمل الإخوة السودانيين، الاتفاق التوصل إلى حد أدنى للاتفاق، الحد الأدنى للاتفاق يتمثل في وقف إطلاق النار لفترات طويلة والتزام كل الأطراف بوقف إطلاق النار، يعني مش يبقى التزام لمدة ساعات قليلة وبعدين بيتم نقض هذا الاتفاق. الأمر الثاني يعني إيجاد ممرات آمنة للشعب السوداني للحصول على قوت يومه، للحصول على أماكن آمنة يلجأ إليها. الأمر الثالث بقى أن يجلس الأخوة السودانيين ويتفقوا على خارطة طريق للمستقبل، خارطة طريق للمستقبل دون تدخلات أجنبية، دون تدخلات خارجية من أي طرف. هم يقعدوا يتفقوا والله إحنا الفترة القادمة، ولا بد أن كل طرف يتنازل عن جزء من مطالبه من أجل السودان ومن أجل الشعب السوداني، ده أمر مهم جدا. طيب إذا استمر هذا الصراع لسنوات طويلة أو لشهور طويلة، طب مين اللي هيدفع الثمن؟ الشعب السوداني هيدفع الثمن، مزيد من الهجرة، مزيد من النزوح، مزيد من سقوط الضحايا. وفي النهاية يعني هذه الدولة اللي بتمتلك ثروات، ربنا منحها ثروات طبيعية ومنحها شعب طيب وأصيل ويعني عندهم مزايا كتير جدا، فليه أنا أهدر هذه المزايا؟ يعني إحنا هنا يعني يا ريت صوتنا يوصل لهم، يوصل لعقلاء السودان. لازم يظهر مجموعة من العقلاء من الشعب السوداني يلموا الأمور. عايز أقول لك حاجة، أنت عارف السودان دي يعني عشان الناس بس تعرف ان بلدهم بلد كبير، السودان ده بلد كبير وبلد كان له مكانة في المجتمع العربي. بعد هزيمة 67 وكان في خلافات انت عارف ما بين مصر والمملكة العربية السعودية بسبب تدخل الجيش المصري في اليمن وما صحب ذلك من المناوشات، الرئيس جمال عبد الناصر كان رايح السودان لحضور القمة العربية اللي اعقبت نكسة 5 يونيو، وكان جواه بعض المخاوف من موقف السعودية ضده أو موقف دول الخليج. مين اللي تولى المصالحة؟ الرئيس النميري السودان، رئيس مزبوط. وزراء السودان مظبوط، لو أنا ما كنتش غلطان يعني. لا رئيس وزراء السودان جمع عبد الناصر والملك فيصل في بيته وأقسم يعني يمين أنه مش هتخرجوا إلا إذا تصالحتم وتصافحتم وصفيتوا صفحة الخلافات، وحدث بالفعل. عزمهم على العشاء وقعدوا الرئيسين، الرئيس وجلالة الملك فيصل، تصالحوا. ده السودان، السودان اللي كان ليه دور في القضايا العربية، السودان اللي شفناه في حرب 73، قوات سودانية حربت وقتلت معانا، قتلت العدو الحقيقي اللي مفروض تواجهه. طب يعني السودان دلوقتي شعب يقاتل شعب أو جيش يقاتل جيش؟ مش معقولة. بلدكم يعني الإخوة السودانيين، بلدكم كويسة، بلدكم لها ماضي، بلدكم لها حاضر، بلدكم بثرواتها الطبيعية لها مستقبل، فحافظوا على بلدكم. يعني أرجوكم حافظوا على بلدكم، اقعدوا مع بعض، تفاهموا مع بعض، فلنضع الخلافات جانبا من أجل أطفال السودان، من أجل نساء السودان، من أجل يعني هل يرضيكم الطوابير الطويلة اللي بتنزح شمالا وجنوبا وشرقا من أجل إنها تبحث عن مكان آمن خارج بلدها تلجأ إليه؟ ده انتوا بلدكم كانت بلد للامن وبلد للاستقرار وبلد فيها مزايا كتيره. فهنا ده يعني المؤتمر يوم الخميس القادم احنا حاطين امال كبيره ان نستنهض في الشعب السوداني وفي الفصائل السودانيه العزيمه، نستنهض فيهم مشاعر الوطنيه ويقعدوا يتفقوا مع بعض. هذه حرب ليس فيها كاسب ولا مهزوم، ما فيهاش منتصر ومهزوم، الكل خاسر، وأكبر خاسر في هذه المعركة هو الشعب السوداني.